أهلا وسهلا بكم، وإلى موضوعنا التالي. وافق أعضاء مجلس الشورى في جلسة الأسبوع الماضي بالأغلبية على الضوابط المنظمة لزواج القاصرين، بعدما تم إخضاع الملف لدراسة مستفيضة في المجلس وسط جدل مجتمعي. وصوت المجلس على توصيتين، نصت الأولى على قصر عقد النكاح لما دون 18 ذكرا كان أم أنثى على المحكمة المختصة أو من يقوم مقامها، وأيدها 103 من الأعضاء وعارضها 18، فيما تضمنت التوصية الثانية منع عقد النكاح لمن لم يتم 15 عاما، وأيدها 79 فيما رفضها 45 عضوا، وتنهي التوصيتان تزويج الأطفال دون 15 عاما تماما في المستقبل، كما تنهي تزويج ما بين 15 و18 عاما عن طريق المأذون، وتربطها في القاضي لضمان استيفاء الشروط الحامية لهما من الجنسين. دكتور محمد، باعتبارك يعني عضو سابق لمجلس الشورى، ايش كان ممكن يكون موقفك من هالتوصيات؟ تحت صوت ضد ايش وتأيد ايش؟ انا كنت حصوت مع المقترحين بدون شك، مع اني كنت اتمنى ان يكون في تطوير اكثر من ذلك. انا سعيد جدا انه تم منع الزواج لمن هم دون 15 سنة، لأنه هذا لا يجوز أبدا في هذا الوقت والمرحلة، ولكن أيضا لمن هم دون 18 وهي الآن ربطت بالقاضي 16 سنة و17 سنة بالنسبة للفتيات أيضا عمر أنا في نظري صغير، ولكن هذه خطوة نحو الأمام، وفيها على الأقل وجود المحكمة والقاضي والذي ينظر والذي سوف ينظر في المصلحة العامة للطرفين. ولذلك أنا مؤيد لهذا، وهو شيء تأخر كثيرا في الحقيقة، وعدم وجود هذه التنظيمات أدت إلى مآسي كثيرة في مجتمعنا في الماضي، ولكن الحمد لله هذا الموضوع انتهى الآن ونحن نسير في الطريق الصحيح. هاي يا دكتورة، أنت إيش رأيك؟ يمكن تم ربطها بالقاضي لأن القاضي يستطيع من خلال تقارير طبية أو شيء أنه يطلع على كونها يعني بلغت أو وصلت إلى سن البلوغ الذي يمكنها من الزواج، هل هذا كافي في ظنك؟ لا أعتقد، وأثني يعني على نفس رأي دكتور محمد على الموضوع، أنه يعني هو ننظر للخطوة دي على أنها إنصاف منطقي في هذه المرحلة، أنه يتم مبدئيا الموافقة على هذا الموضوع. ولكن دائما بالنسبة لتوقيع المملكة للاتفاقيات الدولية هي ورقة دائما يلوح يعني بها في وجوهنا ضد المملكة، أنه زواج القاصرات وما يتبعه هي مسألة حساسة جدا وفي غاية الحساسية. ربطها بقرار القاضي ربما يعني يضعها في إطار معين قانوني، ولكن من هو القاضي وكيف سيحكم؟ هل هناك تشريعات أو لوائح يعني مفصلة معينة تستطيع أنه تخرج به عن الهوى الإنساني أو الشخصي؟ حتى لمن؟ هوى القاضي ولا هوى نعم القاضي ولا البنت؟ وأنه في القاضي، لأنه هو في الأخير سيجيز هذا الزواج ولا لا. موضوع التحاليل وصلاحية الزواج هذه مفروغ منها، لأنها أصبحت ملزمة قبل عقد أي يعني قبل كتابة أي عقد. ولكن جزئية هل القضاء، هذا سؤال يعني أطرحه إلى الجانب، هل القضاء لدينا مؤهلين تماما لهذا الأمر رقم واحد؟ هل في محاكم أسرة القاضي فيها على علم واسع مع ممكن ندرة الحالات أو قلتها أو مثلا تمركزها في مناطق معينة من المملكة عن مناطق أخرى؟ ولكن نحن ننظر إلى أبعد من ذلك في السنوات القادمة. المطلوب متابعة كم عدد هذه الحالات، ارتفاعها انخفاضها، حتى لو تم ربطها بقرار القاضي. أيضا الموضوع جدا حساس، فما عاد الزمن كما الزمن ولا الظروف تغيرت الآن. حتى زواج 18 سنة نعتبره يعني أيضا جائر، لأنه الموضوع حساس وهناك ظلم وجور قد يقع على أحد الطرفين لا ترضى به أو لا تقبله شريعتنا الإسلامية. فبالتالي هي خطوة
يعني أيضا أثني عليها وسعيدة بها، وسعيدة أنه سيدات كانوا وراء هذا الموضوع في مجلس الشورى، لأنه معناته أنه الملفات النسائية أو ما يتم تداوله وضعت على الطاولة وممكن مناقشتها. وفي الجانب الآخر أيضا صوت أعضاء مجلس الشورى من الرجال الذين صوتوا لمصلحة هذا المشروع وهذا القرار تفيد أن الرجل يتفهم فعلا واقع هذا الأمر ومغبته علينا، وما يمكن استغلاله بالنسبة لزواج القصر أو زواج الأطفال. طيب سليمان، أنت إيش رأيك؟ يعني هل الدافع إلى ذلك، هل الحاجة هي التي دفعت إلى مثل هذا القرار؟ يعني مشاكل قاعدة تحدث ذا، أو أنه احنا بس نتماشى يعني او نسعى الى ان تتماشى الانظمه المحليه مع الاتفاقات الدوليه، او كلاهما؟ يعني في الواقع زواج القاصرات يعني تسبب بمشاكل، ومن اهمها الطلاق طبعا بالنظر لضعف الخبره لدى الفتاه. و يعني ينبغي الحقيقه اخذ الامر، هو الحقيقه يعني القضيه دي قضيه جدليه في المجتمع السعودي. اي طبعا، وصارت ودلجت الحقيقه بين التيار التقليدي في البلد الذي يحافظ على التقاليد القديمه والتيار الليبرالي او التنويري، وحتى اجهزه الدوله يعني امضت حوالي 7 سنين وهي تدرس هذا الموضوع. وزارة العدل اقترحت آليات، ثم أرسلت هيئة كبار العلماء، ثم مجلس الشورى، ويعني واضح أنه في جدل عميق كان في المجتمع السعودي وفي المؤسسات السعودية. طبعا نحن لسنا بعيدين عن هذا الكون، نحن جزء منه، وبالتأكيد أن المملكة العربية السعودية ينبغي عليها أن تنفذ ما وقعت عليه، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على الأطفال من العنف أو من الإساءة. وتزويج القاصرات نوع من العنف الحقيقة، لأنه يعني يضر بالسيدة الصغيرة والقاصر. ولكن بس أنا بوضح نقطة دكتورة يعني تكلمت عن القاضي وعدم وجود آليات، لا في آليات، أنا قرأت آليات. إيه؟ من بين الآليات إنه موافقة البنت، موافقة أمها، توضح التقارير الطبية مدى قدرتها على قيادة البيت وإنشاء أسرة، وكذلك التقارير الاجتماعية عن مدى تأهيلها النفسي لهذا الوضع. وهذه كلها يعني أدوات يأخذ بها القاضي. يعني لو جاء تقرير طبي يفيد بعدم قدرة البنت، طبعا القاضي سيمنع الزواج. ولذلك يعني ينبغي أنه شلون تقرير طبي يمنع الفتاة؟ من أي جانب؟ لا، تقرير طبي يؤكد أهليتها النفسية والاجتماعية والجسدية. هل الجهات، خلينا من الجسدية، وش الجوانب الأخرى؟ الأهلية النفسية والعائلية، القدرة على إدارة البيت. هل الطبيب عنده القدرة إلى وصول إلى مثل هذه النتائج؟ في علم ثابت مسبق مرصود في كتب الطب وفي صحة المجتمع تحدد هذا الأمر. نبي نشوف الحين كدكتور جاسر، كدكتور خلصت يا سليمان؟ يعني أنا بقول بس إنه الحقيقة هذه خطوة متقدمة، وينبغي يعني حتى أنت غمزت في موضوع الضغط الدولي، ينبغي الحقيقة أن نراعي يعني لا أي طبعا، لأنه نحن جزء من هذا الكون، وجزء كبير من مشاكلنا الآن مع الأسرة الدولية عدم التشارك في تشاركية القيم. يعني هذا واضح أننا نعاني. بس ما تحس يا سليمان أنه إحنا عندنا قضايا يمكنها فردية أو قليلة يتم تضخيمها، فهل إحنا بس لا ما إحنا يعني هي جدلية عندنا، لكن الغرب يسلط الضوء عليها. يعني أنت لو أخذنا اليوم، وأعتقد أنه بند من بنود مناقشتك اليوم موضوع رهف القنون التي هربت، أي هذا بنجيل، هذا يمكن يكون قيل أنه الزواج أو بالقوة أنه سبب من الأسباب. طبعا كل هذا يفتح بواب الشر. إذا أنت تبي تضغط على الفتاة تسلبها قرارها وحريتها ورأيها في مستقبلها، هذا يضرب الأسرة السعودية ويفككها، يفجر
يفجر الأسرة السعودية. على حال احنا جايين في هذا الموضوع، مع انه يعني والد الرهف نفى هذا، قال عنده 5 شقيقات ويعني ما ألزمه بذا. دكتور جاسر، لما سليمان يقول انه اللي أيدوا هذا القرار هم من التنويريين، هل اللي الرافضين ظلاميين؟ لا، انا اعتقد انه فيه محاولة كسر عظم بين الفكر التقليدي، الفقه الأحادي الذي كان ينظر إلى مسألة النضج البيولوجي والنضج الاجتماعي بمنظور القياس القديم قبل 1400 سنة، بينما احنا نعرف أن المجتمعات مرت بتطور بيولوجي وتطور اجتماعي، أصبحت المسلمات القديمة لا تنطبق، الآن لا تنطبق. فالأصل أصلا في الزواج هو الضمان للطرفين وللعائلتين أنه يكون فيه هناك عدم مغامرة، يكون فيه نضج بيولوجي ونضج اجتماعي قادر على ضمان أن المسيرة تستمر، وأنه إذا جوا أطفال يعتنى بهم، وأنه ما يصير فيه بعد 2 أو 3 طلاق أو تعدي أو ما إلى ذلك. لو هذا موجود يا دكتور وأنت تعرف، نعم، كل الناس في آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا كانوا يتزوجون مبكر، محدد في طب المجتمع، يعني الموضوع ما هو بكل حالة على حدة. صحيح. طبعا في نوادر وشواذ، لكن الشاذ لا حكم له، النضج البيولوجي محدد، كون القدرة على الإنجاب للطفلة، النضج البيولوجي دكتور كم؟ القدرة على الإنجاب للطفلة أو القدرة على الجماع للابن في سن 15 و14 لا تعني أنه هذا نضج بيولوجي. النضج البيولوجي هو الاكتمال الشجرة الهرمونية والعضوية بحيث أنه النمو يصل إلى حد أقصى، والنمو العقلي يصل إلى الحد والخبرة تصل إلى الحدود التي يتلائم فيها التركيب الجسدي مع التصرف. هل التقرير الطبي يمكن أن يصل إلى؟ لا يحتاج إلى تقرير طبي، هذا مقرر في الطب. لكن أنا بقول لك وش الموضوع، إنه الموضوع هو نقاء الآن بالنسبة لي، بعد جدل عقيم وطويل جدا بين الفقه الأحادي التقليدي وبين الناس اللي يسمونهم تنويريين، ولا ما الناس يريدون أن يحمون الأسرة من التفكك وضياع الأولاد لأنهم زوجوا طفلين لا يتحملون المسؤولية ويظلون تحت وصاية الوالدين إلين يصير عمره 18 و19. لا، الآن صار فيه إشارة مرور، خارطة الطريق، الضوء أحمر، من هم دون 15؟ لا خلاص صار فيه وضوح. ممتاز. ضوء أصفر ما بين 15 للـ18 المحكمة المتخصصة، المحكمة المتخصصة تستند على دراسة الميدانية لكل حالة على حدة. يعني مثلا بنت عمرها 16 سنة يتيمة يخشى عليها من الضياع أو من الفقر أو من التشرد، فإذا تزوجت في عمر 16 و17 وقرر القاضي أن هذا يحميها يقدم لها حماية اجتماعية، نعم، اجتماعي أفضل من أنها تبقى لوحدها، هذا زين، هذا شيء جيد، ممتاز، هذا حكم القاضي المختص. ممتاز. ومنذ ما فوق 18 مطلق السراح، هذا ضوء أخضر خلاص، إذا عندنا خارطة الطريق. الآن أريد أن أعلق على مسألة التحسس من المجتمعات الأخرى وانتقادها لنا. أنا أؤكد لك وتقدر ترجع إليه وتقرأها في النت ولا في كل مكان، إنه في 16 ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية تسمح بزواج ما بين 12 إلى 18، مسموح. وفي أكثر من 100,000 حالة زواج لأطفال ما بين 10 و15 و16 ومنجباته بحكم قضائي. في وين؟ في 16 ولاية أمريكية. نعم. في هذول اللي ينتقدوننا في التحسس من المجتمعات لا يجب الأخرى. يعني ايه نعم، يجب اننا لا نخضع لهذه الاشتراطات الأجنبية، وانما لأنهم يجمعون معلومات ضدنا، واصبحنا بالنسبة لهم كتاب مفتوح، ونحن نتهيب ان نكتشف عيوبهم ونتصادم معهم. يجب يكون عندنا ثقة نفسية، لكن تنطلق من مبدأ ان نحمي اطفالنا بناتنا واولادنا عن المغامرة بالمسؤولية المنزلية قبل اكتمال النضج، المسؤولية الاجتماعية والبيولوجية. ممتاز. فاصل ثم نعود إليكم.